والله هي كانت جلسة قيمة بكل صراحة، رغم اللي ما كانش حضور كبير من الحباء في العدد القليل من المنخرطين، لكن كانت جلسة فعلة جاوبوا فيها الحباء، سمعنا مقترحاتهم انتقاداتهم. أما جاء في الجلسة بالطبيعة هي عرض التقرير الأدبي والمالي اللي تمت المصادقة عليهم بالإجماع، حكينا على ظروف الجمعية، على العجز المالي وتراكمات بتاع الديون للمواسم الفارطة اللي حاولنا قصارى جهدنا وعملنا ما في وسعنا كهي تسيرية باش نخفوا من حجم الديون، وباش على الأقل الجمعية تنجم تواصل نشاطها أريحية وفي ظروف طيبة. أحكينا على نتائج مختلف الفروع اللي للأسف الشديد كنا نتمناه وصعود فريق أكابر كرة القدم، لكن في الأمطار الأخيرة ضاع الصعود. إن شاء الله الموسم هذايا نتلافيه، وإن شاء الله العثرة هذيك ويكون موسم مكلل بالنجاح، ويخلى إن شاء الله في نهاية الموسم شوفوا فريق أكابر كرة القدم في الرابطة المحترفة الأولى. كرة السلة إن شاء الله أنا فريق ممتاز وفريق شاب بدينا نكونوا فيه، ومن الموسم الفارط في لاعبين شبان اللي اكتسبوا الخبرة ودعمناهم بعض الانتدابات. إن شاء الله الموسم هذا يكونوا متألقين ويترشحوا إن شاء الله لمرحلة التتويج. كرة اليد اللي تعاني من صعوبات كبيرة زادة لازم نعملوا على أبنائنا من الشبان، شبيبة يلزمها العمل القاعدي، لازم الناس كل تلتف مع جمعيتها. نداء للأحباء الغيورين على الجمعية، لكل المدعمين، رجال الأعمال، المؤسسات الاقتصادية، للسلطات الجهوية، باش الناس الكل نلتفوا حول الجمعية. راو إذا توفر الدعم المادي راي الإمكانيات الكل تتوفر للجمعية، قادرين باش نحقوا أعلى أبهى النتائج ونفرحوا جماهيرنا. كما قلت لك ربي إن شاء الله القلوب تصفى، إن شاء الله الناس كل تنسى الأغراض والمصالح الشخصية ونحيوا الخلفيات. رانا تلمنا جمعية واحدة. نداء لكل الأحباء بربوع القيروان، سواء من مدينة القيروان أو حتى من معتمدياتها، باش يمدوا يد المساعدة. إن شاء الله في البرنامج تركيز خلايا أحباء بكل المعتمديات حتى يكون فما قرب بين الجمعية وبين أحبائها، وذا من شأنه اللي باش يقوي الجمعية باش يخلي عندها قاعدة جماهيرية كبيرة. فما بعض الاقتراحات من الأحباء إن شاء الله باش ناخذوها بعين الاعتبار، باش نحاولوا نحافظوا على كل العناصر الموجودة وندعموها إن شاء الله بعناصر قاعدة على تقديم الإضافة، خاصة من ناحية الدعم المادي. الباب مفتوح أمام كل من يانس في نفسه الكفاءة والقدرة على دعم الجمعية. رانا هي تسييرية جينا لفترة معينة، إن شاء الله تكلل بالنجاح. إن شاء الله في نهاية الموسم إذا وفقنا ربي باش نواصله لآخر الموسم ولقينا الدعم من الأحباء إن شاء الله ومن كافة الأطراف المداخلة في الجمعية، قادرين إن شاء الله باش نقدمه باش نطوره وباش نتلافيه النقايص. أهم حاجة اللي الناس كل نقفوا صف واحد مع الجمعية، بربي نداء للأحباء رأي جمعية القراوة الكل، رأي من جمعية أشخاص تمشي هيا وتجي هيا، لأن هيا تسييرية جينا الفترة معينة وباش نقادروا. وإذا كان فما ناس تحب تقدم ترشحاتها ما عليها إلا تحضر نفسها وجهز برنامجها، وفي أول فرصة وقت اللي نفتحوا مجال الانخراطات وندعوا الجلسة الانتخابية مرحبا بهم ويدينا ممدودة لهم. بالعكس رانا ندعموهم وسندوهم إذا كان فما نقد رانا قابلينه. اللي يغيظنا واللي بالحق يحس في أنفسنا هو التخوين والشتم والسب على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة بأسماء مستعارة ببسودو ناس مش بسماها ونعرفوهم ونعرفوا غاياتهم. قولوا ربي يهديهم. اللي كان أولى وحرى اللي هما يكونوا قراب للجمعية ويشجعوا ويدعموا، وفما تقييم وفجم فما جلسة عامة باش نقيموا فيها وباش ننتقدوا. توم عليه الناس كل نلتفوا مع الجمعية صف واحد بالدعم وبالكلمة الباهية، وإن شاء الله ربي يوفقنا. لكم حضوري في حضور معناها متاع إنسان داخل الدار وهذا ما فيهوش حتى نقاش، ما عنديش حتى صفة هنا الحقيقة قدام شبيبة القيروان تنتفي الصفات، لأني أنا فعلا مولود في وسط شبيبة القيروان، محبتي وغيرتي الكبيرة على شبيبة القيروان اللي تخليني ديما موجود ديما نحضر نواكب فيها من الألف إلى الياء. ربما اليوم نستغل معناها المكانة متاعي أو الصفة متاعي باش نقدم يد المساعدة لشبيبة القيروان، خاصة كما قلت بكري من ناحية دعم المنشآت الرياضية اللي هي أساسية لشبيبة القيروان باش تلقى معناها الظروف الملائمة باش تمارس معنا دورها الرياضي. وكذلك إن شاء الله نسعى إلى لم الشمل وإلى توفير الدعم المادي، وهذه دعوة موجهة إلى كافة رجال الأعمال وكافة
سكان ولاية القيروان من دون حتى استثناء إلى انخراط في دعم شباب الولاية القيروانية اللي هي الجمعية الأم، هي الجمعية الأصل اللي فرحتها من فرحة الشبيبة. اليوم فما حتى إنسان عامل مزية على الشبيبة، هي مصدر الفرحة الوحيدة. كل الشكر لكل من قدم إن شاء الله حتى من ليب واحد شبيبة القيروان، وإن شاء الله يكون فما دعم كبير. اليوم أنا الحقيقة بقدر فرحتي بأنه فما ناس مهتمة بالشأن الرياضي في القيروان، وخاصة بجمعية شباب الولاية القيروانية، بقدر ما أنه الحضور الحقيقة ضعيف، ما هوش في قيمة شباب الرياضية القيروانية. إن شاء الله نسعى معناها في إطار التعاون مع الهيئة المديرة الحالية الموجودة ومع السلطة الجهوية باش يكون فما ترويج أكثر للانخراطات، باش يكون فما إقبال أكثر من أبناء الشباب الرياضية القيروانية على الانخراطات. رأي جمعية كبيرة بعدد المنخرطين متاعها، كبيرة بالجمهور متاعها، كبيرة بالدعم المادي اللي تقدمه، وكبيرة باللاعبية متاعهم. إن شاء الله يكون فما تأطير، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السنة يكون موسم صعود بالنسبة للشباب الرياضية القيروانية في صنف الأكابر لكرة القدم. بالنسبة للجلسة اليوم نأكد لك هي ناجحة 100%. علاش ناجحة 100%؟ خاطر اللي يحبوا جيسكال كل المنخرطين والكل جاوا للشباب، هذوما المنخرطين هذوما الأحباء. صحيح بخليف ناس اخرين اللي قالت علينا اللي نحن عصابيات، رانا مشنا عصابيات، رانا نحبوا الشباب، راهو نحكي على المنخرطين وندافع، انا منخرط وندافع على المنخرطين الكل، سواء مع الهيئة سواء ضد الهيئة ما يهمتيش فيهم. المفيد منخرط راهو يحب الجيسكا، يحب الجمعي. انت ترد وتحطه في عصابة وتحطه في حاجة اخرى، بينك وبين الله. المطالب نبتعنا بحاول اللي هنا لبوعة طلوع، نحن لبوعة طلوع، وكان جهة طلوع هنا طلعنا مش جهة طلوع ما زلنا. أما بإذن الله بإذن الله مع الصفة هذه بحاول اللي هم انتدابات جديدة إن شاء الله نطلع، بحاول هنا لبوعة طلوع بإذن الله بإذن الله سميع العليم. وأكثر حاجة خرجنا منها اليوم اللي هي نقاط، معناها نقاط باهية هي بالنسبة للبلدية، معناها مش تعاون جيسكا مش إن شاء الله. قال وعدنا توصي محمد باش يزيدنا في الدعم، يزيدنا في الدعم الشبيبة معناها ما شاء الله، كي ربي يبارك له ويرحم والدين والدي، فهمتني؟ لأن محمد رسول الله. الشيء اللي موجود تو في الشبيبة والنهار اللي صار اليوم حواليه إن شاء الله كلهم يكون لهم تاريخ، اللي من اللي ما قصش ما يقصش انخراطه من أول سنة تاع الموسم الجديد. ما كتحب انت جميع تقوس انخراطك، ها معروف عندك من اول جام في الاخر مارس، قوس اخويا انخراطك وايش وقول كلمتك. وما نعرفش انا الشيء اللي صار معناها التشككية تبريعة، ان شاء الله نقولوا ربي يهديهم ان شاء الله يحنوا على بعضهم ويلموا يدينا بعضهم والناس كل في يد في يد من اجل جيسكا. بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة اللي ما حضرش، علاش ما حضرش؟ أولى به يحضر ويسمع خير من اللي أنت تنقل لهم بعد الحديث خويا السيد، باش ما يقعش لا حتى تلاعب وحتى واحد. احنا السنة فما مشكل كبير قاعد يتبع في جي اس كار تو قداش من عام، اللي هو نتاع سي ان اس اس اللي ماهيش خالصة مليار و100. أما السنة نتسماو ما قصرناش، خرجنا ديفيسيت في 300 مليون، حكاية فارغة بارابور الجمعية اللي لعبت الأدوار الأولى وكانت قاب قوسين أو أدنى باش تكون تطلع لو كان فما شوية دعم آخر. أنت كي تغزر الأحباء الشبيبة ب 83 مخرط يحضروا معناها 36، معناها نقطة استفهام، ما عادش تحكي. ولو بارك الله فيهم اللي حضروا كانت أجواء طيبة، الناس كانت موضوعية، ويظهر لي سي السيد حاضر وسألوا حتى المسؤول الأول اللي هو سي محمد القلعي كاتب عن البلدية مشكور وعلى رحابة صدره، وجاوب على التيران وجاوب على الإصلاحات وجاوب على كل شيء. إذا كان احنا نحبوا جمعيتنا مش هكا حقا فما تكون فما وما فماش دعم كبير. شنو هي مداخيل مداخيل قاره 629 الف دينار في ولايه القيروان من غير ما نحبش نمثل هاو ندرشكون الرمان ندرشكون وعرس ندرشكون، ما ندخلوش مثل هذا ذيك. اما مداخيل قاره بالنسبه لولايه القيروان وما ادراك 629 الف دينار، المرسى اللي نلعبها معاها نحن على طلوع صرفت 3 مليارات و500 عندها فرع بركه، ونحن ثلاثة فروع. تحب تطلع الهوند خويا السيد، وتحب الباسكت وانا تلعب كيب الشيخة، وتحب الفوتبول تطلع. ساعة نحب نشكر أول حاجة حياتها فيها مع البدرة هي هذه الباهية برشا، معناها حضور الجلسة مش غريب عليها، هي الممول معناها مساند للشباب الرياضي القيرواني والرياضة في القيروان. بالنسبة للجلسة التقييمية اليوم فما حاجة باش نعيب عليها، خسارة الأحباء الغيورين ما حضروش بكل، معناها يمكن 50 نفر اليوم 50 منخرط. تعديت في ظروف باهية برشا، الله غالب فما ممكن برشا عاجز، فما برشا ديون متخلدة على الجمعية. إن شاء الله الهيئة التسييرية ذي تنجم تقاوم معناها ونسق، خاطر بالحق بلاصة الشبيبة في الناسيونال
يلزمها برشا فلوس وبرشا تضحية، يد واحدة ما تسقفش، تكاثف جهود الكل، يلزم نكون مع بعضنا الناس كل محبة الشبيبة تجمعنا. إن شاء الله بقدرة ربي فما كان الخير، متفائلين خير، تبارك الله سي مراد معناها قاعد عاطي باللي يقدر مع الهيئة الكل. إن شاء الله فما كان الخير السنة، فما الأكساسيون إن شاء الله نرجع المكان الطبيعي. السنة الحظ ما حالفناش، ان شاء الله العام الجاي بقدرة ربي تتكاثف الجهود، خذينا خبرة اكثر وبقدرة ربي فما كان الخير. مي ان شاء الله ان شاء الله نداء للقراوة الكل ونداء لاي غيور على الشبيبة، ان شاء الله بقدرة ربي يعاون حتى باللي يقدر، باللي يقدر راهو كي تلم الدنيا، كي تلم الناس الكل وتلمت محبة الجمعية، بقدرة ربي فما كان الخير وان شاء الله نطلع. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.